نص كلمة بقلم أحمد رجب. لأول مرة أنام نوما هادئا غير متقطع، وصحوت مرتاح الجسم، مرتاح النفس، مرتاح البال. فهي الليلة الأولى التي أنامها تحت حراسة الرئيس السيسي، فإن السيسي لم يعد حروفا تكون اسما، بل حروفا قليلة تعني معاني كثيرة في حياة كل مصري. أحمد رجب، أداء صوتي ياسر حماية.